السباق الكبير. هيا نتسابق يا روزي. ليتني أفوز، ليتني أفوز. مسكين رومبا، دائما أسبقه. ربما هذه المرة. سبقتك. ربحت، ربحت، أنا الأسرع. أحسنت يا رومبا. أنا نجحت وسبقت روزي. أنت فزت. نعم تقريبا. أنا الأسرع، أنا الأسرع، ولكن لست أسرع مني. كرز أسرع من رأيت. لكن رومبا سبق روزي. وسأسبق كرز في أي يوم. أتتحدى؟ ربما كلاكما الأسرع، لكن أنا وحدي الأسرع والأسرع والأسرع. حسناً يا رومبا، لنتسابق إلى البستان. أوه لا، تركت رومبا يفوز علي، لكنه لن يسبق كرز. مهلاً، إذا أردنا تحديد الأسرع فعلينا التحضير لسباق ضخم حقيقي مع خط بداية وحكم وجائزة. جائزة للفائز. أحببت الفكرة. وأنا أيضاً. أوه لا أصدق، أستطيع أن أفوز بأي سباق. أيقظوني حين تجازون. أنا فزت عليك يا روزي، لذا سأسبق أي شخص. إذا أردت الفوز بهذا السباق فستحتاج إلى مساعدتي. بعض التمرينات للرشاقة. والآن أسرع. 1، 2، 3. حلبة السباق جاهزة. تعال يا وانظرا، هناك سلة توت ضخمة للفائز. تقولين توت؟ يجب أن أفوز يا روزي. اقفز بخفة كالغزال يا رومبا. ماذا تفعلان بالضبط؟ روزي تمرنني. سأهزم كرز بالتأكيد. عليك أن تتمرن جيدا. هي هذا لي. روزي تمرن رومبا، وهناك سلة توت كبيرة للفائز. أنت تحتاج إلى مدرب. ولكن أنا الأسرع، لا أحتاج للتمارين. ليست قصة الأرنب والسلحفاة السخيفة. حلبة السباق ليست سخيفة، إنها شاسعة. البداية من هنا، تعبران المتاهة ثم الأشجار، تعبران الملعب حول الأراجيح، وصولا إلى حديقة روزي، ثم تعودان إلى هنا. يبدأ السباق الساعة 3، لديكم الوقت الكافي لتستعد. ساعديني. يمكنك الفوز يا رومبا، وتذكر بخفة الغزال. تشجع بمساعدتي. سيحقق كرز فوزا ساحقا. سوف نرى قريبا. صحيح يا رومبا. البري المطلوب. يام. رائع. والآن جاهز يا كرز، جاهز يا رومبا، استعد مع إشارتي. هيا. هيا يا رومبا. هيا يا كرز. تقدم يا رومبا. رومبا يستطيع الفوز. لا لا لا، كرز أسرع. تلقى تدريباتي البلبلية. سيدخلان المتاهة. لن تسبقني.
من يتقدم؟ روبا! نعم، كنت أعرف. لا أريد أن أرى هذا. هيا يا رومبا، فكر في التوت اللذيذ. ليس أسرع مني. كرز متقدم. هاي يا بينون، استعد لتسليم الجائزة لكرز. لم ينتهي السباق بعد. سيحزن رومبا كثيرا إذا خسر السباق. جريت كثيرا اليوم، أحتاج إلى استراحة. رومبا متعب أكثر مني، مجرد استراحة قصيرة. التوت، أنا أحبه. برشاقة الغزال يا رومبا، برشاقة الغزال، برشاقة الغزال، ولأجل التوت. كرز نائم. أستطيع أن أنام أنا أيضا فترة قليلة وسأصحو وأسبق كرز. لما تأخر هكذا يا ترى؟ لا أخبار. لا، أخبرني، هل حدث لهم مكروه؟ من الفائز؟ من الفائز؟ لم يعد يهمني من الفائز، المهم أن يكون بخير. ربما علينا اللحاق بهما. رومبا! كرز! ليس هنا. أنا لا أصد. إنهما هنا. انهضا، يجب أن تنهي السباق. إنهما منهكان. تعالوا، عندي فكرة أفضل. تخطيتما خط النهاية في العربة نفسها، وهذا يعني التعادل. وأيضا ستقتسمان التوت البري. أوه نعم، أنا جائع جدا. مع أن التعادل غير حماسي، لكن السباق كان رائعا. ونحن نقبل أن نقتسم الجائزة، صحيح؟ فزنا معا. انظري يا روزي، آكل التوت بسرعة كبيرة. ليس أسرع مني. نو نو نو. ألا تعزفين على أي آلة؟ إن صوتي في الغناء هو آلتي الحقيقية يا رومبا. ياه، أظن أنني أحتاج إلى المزيد من التدرب. كم أنا متشوقة لنعزف كلنا معا. سنؤلف فرقة موسيقية كبيرة. لا يمكن أن نكون فرقة، ليس لنا اسم. ما رأيك في روزي والمرنمون؟ لا، فرقة رومبا الحماسية أو فرقة السفارة العنيفة. يلزمنا اسم يشبه نوع الموسيقى التي سنعزفها. فرقة الصرير المرير. ما المشكلة يا بلبلة؟ أرزا أعطتني هذا المصفار، وأنا لا أريد أن أخيب أمالها في يوم عيدها، لكن لا أعرف كيف أعزف عليه. لا عليك يا بلبلة، أنا متأكد أنك لو تدربتي ولم تستسلمي فستعزفين على هذه الآلة ببراعة. بالتأكيد سأكون بارعة. ما رأيك أن
تحاولي النفخ فيها. يا حبتي البلوط، ليس لطيفاً أن تسخري من بلبلة. هلا توقفتم؟ تذكري يا بلبلة، البراعة بالتدرب. هيا يا بينون. سآتي حالاً. العزف على الملاعق صعب. أظن أنه من الأسهل أن تعزف على ملعقتين معاً يا بينون. أحسنت يا بينون. أوبس. لنتابع التدرب يا بينون. صفافير، ليست صفافير، هذه الآلة مصفار. وأيضا صفافير. هذا إزعاج كبير. سأجد مكانا آخر لأتدرب. مرحبا يا فكري. بما أنك لن تستطيع الانضمام إلينا، فكرنا أن نأتي للعزف ونغني لك. إن هذا رائع جدا، كوني أقدم شجرة فإنني أعرف مدى أهمية هذا اليوم لأرزة. أرجو أن يعجبها عزفنا. مستعد يا رومبا؟ مدهش. كرز، لقد أفسدت لحننا. أنا آسف، هيا لنبدأ من جديد. حسناً، من البداية. 1، 2، 3، 4. لكن لماذا توقفتما؟ عزفك قوي جدا. ممتاز. ليس تماما يا فكري، ما زالت فرقتنا دون اسم لها. لنرى إن كان الجميع جاهزين. حظاً سعيداً لكم. اسمعوا، ما هذا؟ إنها آلة جميلة. هذه آلة متميزة أعطتني إياها أرزة وتسمى صفافير. صفافير، صفافير، وأيضاً صفافير. توقفوا، إن كنتم ستسخرون مني إذن لن أعزف. ولكن يا بلبلة، نحن لم نكن نسخر منك، كنا نضحك مع حباتي البلوط. صفافير، صفافير. أظن أننا أغضبنا بلبلة، لن نصبح فرقة من دونها. اتركوني وشأني. اسمعوا، بلبلة جعلت الأجراس تعزف. حقا؟ نعم، بلبلة، رفرفي ليهب الهواء اللازم للأجراس فتتمكن أرزة من العزف معنا. أصفق بجناحي. وماذا عن مصفاري؟ ما تقصده روزي هو أنك ستقودين الآلات الأخرى هكذا. سأكون القائد؟ طبعاً سأفعل ذلك. رائع، وأيضاً بفضل حبات البلوط وجدت اسماً مناسباً لفرقتنا. لنبدأ الآن حفلة موسيقى الهواء، تعزفها فرقة الصفافير. أسعد أيامي السعيدة على الإطلاق. أنا في الحديقة مع أصدقائي أستمع إلى أجمل موسيقى هواء سمعتها في حياتي. آلتي
شكرا يا حباتي البلوط. روزي، أتعتقدين لو تدربت مثل بلبلة سأتعلم شيئا جديدا أيضا؟ نعم، فكري طبعا على حق، البراعة تأتي بالتدرب. ما رأيك يا روزي؟ ممتاز يا رومبا.